أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح أن أصعب وقت في حياة الإنسان وأهم وقت هو وقت عرض الأعمال عليه من الله جل وعلا؟ لا شك إن هذا موقف خطير، عرض أعمالك ولا تدري ما تدري أيها أحسن أيها أرجح، الحسنات أو السيئات، وموقف لا شك مخيف. نعم.